السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني إنجازات وطني، يبث عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة إحدى كفاءات هذا الوطن وفارس من فرسان هذا الوطن، وهو سعادة الدكتور عبد الله السرطاوي، وهو صاحب أكاديمية التنمية المتكاملة للتدريب والاستشارات، وهو أكيد متخصص بالتدريب والاستشارات وتوظيف الكفاءات الأردنية. دكتور عبد الله، بداية مرحب فيك برنامجنا الوطني وبنحكي لك مساء الخير. بداية مساء الخير وأهلا وسهلا بكم سيد برهان، و تحياتي لكم في برنامج إنجازات وقناة جوسات الأردنية. نعم أكيد، ونحن نرحب فيك دائما بأي لقاء تلفزيوني. دكتور، بداية أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع وفي مجال التدريب والاستشارات، حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذه الأكاديمية، أكاديمية التنمية المتكاملة للتدريب والاستشارات. شكرا لك. بداية أنا الدكتور عبد الله السرطاوي، دكتوراه في المالية المصرفية. نعم. متخصص في موضوع المصارف والمصارف الإسلامية تحديدا. طبعا كحياة عملية ابتدأت حياتي العملية في قطاع التأمين، في العمل في السوق الأردني في قطاع التأمين، وبعدها انتقلت إلى العمل في القطاع البنكي لمدة 5 سنوات مع البنك الإسلامي الأردني، وتدرجت في مختلف السلك الوظيفي في البنك الإسلامي، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية وكنت مع مؤسسة النقد العربي السعودي اللي هي تمثل البنك المركزي السعودي كمؤسسة مالية رائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال التدريب والاستشارات في العمل مع المعهد المصرفي السعودي. قدمت العديد من الدورات التدريبية لتزيد عن 500 دورة تدريبية لموظفي قطاع البنوك وقطاع شركات التأمين والقطاع المالي. نعم. بمختلف الكفاءات الموجودة في المملكة العربية السعودية. ثم انتقلت للعمل الأكاديمي مع الجامعة الأهلية في البحرين مدة 2 سنين. نعم. وعدت مؤخرا قبل العام إلى المملكة، وتم إنشاء أكاديمية التنمية المتكاملة لتأتي لتعزيز الكفاءات والخبرات المهنية الموجودة عندي، اللي بتجمع ما بين الجانب الأكاديمي والجانب المهني والعملي والخبرات التدريبية. تم تأسيسها كمؤسسة لها هيئة إدارية تتولاها برئاسة الأستاذ الدكتور يحيى عبد اللطيف. نعم. نعم جميل. يعني دكتور، بعد هالباع الطويل والخبرة والصولات والجولات ما شاء الله في عدة دول أكيد بهذا المجال، نتحدث الآن شو المقصود بالتدريب والاستشارات؟ خلينا نوضح للسادة المشاهدين. طبعا التدريب هو مكمل للناحية الأكاديمية والعلمية التي ممكن أن يتحصل عليها الطالب خلال مرحلته الدراسية، سواء في التعليم المدرسي. نعم. أو التعليم الجامعي. التدريب مهمته الأساسية هو يأتي لتعزيز النقص الحاصل في جانب التعليم الأكاديمي أو العلمي، حيث أن الطالب يعني بيكون التركيز عليه في النواحي العلمية أكثر من اكتسابه مهارات معينة تجهزه أو تؤهله للبدء في سوق العمل. نعم. مهمة التدريب الآن بشكل أساسي أنه كيف ممكن أهل الفئة المستهدفة، سواء من طلاب جامعات في مراحل تخرجهم، فئات اللي أنهت التعليم الجامعي وهم الآن عاطلين عن عمل، فئات الموظفين الحاليين في المؤسسات والوزارات والقطاع الحكومي والخاص، حتى أنهم يتمكنوا الآن من رفع كفائتهم والمنافسة بشكل أفضل في سوق العمل. جميل. يعني هذا فيما يتعلق بالتدريب. نعم. أكيد أكيد. يعني دكتور عبد الله، كيف بدنا نوظف هذه الكفاءات بشكل عام؟ طبعا الآن تحديات سوق العمل صعبة جدا. أكيد. ما نشهده الآن في هاي الألفية الآن صعوبة جدا في عملية الحصول على الوظائف، وهذا مش فقط على المستوى الأردني ولكن أيضا على مستوى المنطقة والعالم أجمع يعني. أكيد. فأصبح التأهيل للحصول على الوظيفة الآن بيحتاج إلى مزيد من المهارات والكفاءات الفنية العالية المتخصصة اللي يفترض أن يتحلى فيها الباحث عن العمل. نعم. من هاي أهم الشغلات اللي ممكن الآن نتطرق إلها، طبعا في جانب على مستوى المهارات الوظيفية والسوفت سكيلز، فبالتالي أصبحت بعض المهارات أساسية للوظائف، على سبيل المثال اللغة الإنجليزية،
واللغات. فكل ما أجاد الشخص اللغة الإنجليزية واللغات إضافية مساندة بتعزز فرصه الوظيفية، مهارات استخدام الكمبيوتر والحاسوب، هذا جانب. جانب آخر الآن تطوير مهارات السوفت سكيلز وقدرات الذات والعمل ضمن فريق إلى آخره، هذا مطلوب بشكل عام من الكل. الجانب الآخر في عملية تأهيل لسوق العمل، مطلوب الآن التوجه نحو شيء يطلق عليه الشهادات المهنية Professional Certificate، وهي شهادات مهنية احترافية صادرة عن مؤسسات عالمية مقبولة على مستوى العالم من مختلف دول العالم الآن. هي تعطي الآن الجانب الرابط ما بين الخبرات أو المعرفة العلمية مع الخبرات المهنية الموجودة من خلال المناهج والشهادات المهنية اللي ممكن تقدم إلى الطالب. جميل. أيضا دكتور، كيف بتصنف الوحدات التدريبية داخل هذه الأكاديمية؟ إحنا وحدات تدريبية متنوعة، وهي تنبثق من اسم الأكاديمية. إحنا أكاديمية تنمية متكاملة، وسعينا أن نكون شموليين في عملية تقديم خدماتنا التدريبية. فتتنوع عندنا الوحدات التدريبية لتشمل برامج شهادات الاحترافية Professional Certificate، وحدات متخصصة بالمالية والمحاسبة، وحدات متخصصة بالحوكمة، الامتثال، الجرائم المالية، التأمين، التسويق، الإدارة، الـ HR. فغطينا تقريبا مجالات متعددة اللي هي تقع ضمن احتياجات المؤسسات. يعني أكيد. على سبيل المثال أي بنك هو بحاجة إلى تطوير كفاءته في الـ HR، الموارد البشرية، في التسويق، في المحاسب، في المالية، في العمل المصرفي. فكل هذا الجانب على سبيل المثال مغطى ضمن وحدات الأكاديمية. ونتميز أيضا في الأكاديمية أنه كل وحدة تدريبية عندنا ما يزيد عن 15 وحدة تدريبية، كل وحدة تدريبية تولى إدارتها مدير متخصص بهذا الشأن من القطاع المهني والعملي، بحيث أنه نضمن أنه جودة التدريب والمحتوى التدريبي المقدم يتناسب مع تطلعاتنا وتطلعات المتدربين. نعم جميل. دكتور عبد الله، أيضا نتحدث عن عدد الكوادر ذات الخبرة ذات الكفاءة مثل حضرتك دكتور داخل هذه الأكاديمية. تتعاون الأكاديمية الآن مع ما يزيد عن 30 مدرب محترف متخصص يمتاز بالجمع ما بين الخبرات العلمية الأكاديمية، فمنهم عدد كبير حاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير، زائد حصولهم على الخبرات المهنية والعملية، فهم ممارسين في سوق العمل وتولوا إدارة العديد من المؤسسات والشركات في هذا الجانب. أيضا هم حاصلين على الشهادات المهنية Professional Certificate على سبيل المثال كشهادة CMA في المالية والإدارة، وشهادات CIA CFA وغيرها من الشهادات المتعددة. جميل. دكتور، أكيد لديكم دائما وأبدا توظيف كفاءات، لديكم استشارات أيضا لجيل الشباب، وأيضا لديكم وحدات تدريبية أكيد داخل هذه الأكاديمية. يعني ما شاء الله مجال واسع أكيد لجيل الشباب أكيد من جميع التخصصات بنحكي بشكل عام. يعني دكتور، أكيد دائما وأبدا لكم رؤية مستقبلية لهذه الأكاديمية، ما هي رؤيتكم المستقبلية؟ الصراحة خلينا نتكلم أنه أهم الشغلات اللي تم تحقيقها في الأكاديمية في هذا الجانب، وهي انبثقت عن رؤيتنا المستقبلية أن نكون متخصصين في تقديم تدريب احترافي. الأكاديمية الحمد لله بفضل الله استطاعت أن تكون، طبعا هي معتمدة من وزارة العمل مركز ضبط الجودة، هذا جانب. استطاعت أن تكون على شراكة مع عدد من الجامعات الأردنية، الجامعة الأردنية تحديدا في قمة الهرم، جامعة فيلادلفيا وجامعة الزيتونة. نحن بشركات تدريبية معهم، هذا على الصعيد المحلي. الأكاديمية استطاعت وبفضل الله أيضا أن تكون هي الجهة التدريبية المعتمدة لأهم مركز تدريبي أو مؤسسة تدريبية احترافية في مجال الأسواق المالية، اللي هي CISI Chartered Institute for Securities and Investment، المعهد المعتمد للأوراق المالية، وهو منبثق عن سوق لندن المالي، أكبر أسواق المال في العالم. هذا المعهد الآن أصبحت أيضا شهاداته باتفاقية مع هيئة سوق المال عندنا في الأردن الآن، شهاداته وبعض مواده إلزامية لابد أنه تكون متطلبات للتأهيل في سوق العمل في الأسواق المالية كوسيط مالي أو محلل مالي إلى آخره. فالآن إحنا الجهة التدريبية المعتمدة لهم الآن في الأردن، وهذا بفضل الله. أيضا إحنا معتمدين من قبل أكاديمية كامبريدج الاحترافية، وهي أكاديمية
متخصصة بتقديم تدريب احترافي للشهادات المهنية في مجال التسويق والمبيعات ماركتينج والسيلز لأهم الشهادات المهنية العالمية في هذا الجانب، الشهادات الصادرة عن CIM Chartered Institute of Marketing Digital Marketing Institute والISM Institute of Sales and Marketing. كل هذه الشهادات الآن تستطيع أن تقدمها الأكاديمية التنمية بشكل احترافي بتعاون مع أكاديمية كامبريدج. ايضا معتمدين وموزعين لمناهج CMA والCIA في الشهادات المالية والمحاسبية وهو المنهج الكندي العالمي في هذا الجانب. استطاعت الأكاديمية ايضا ان تكون لها وكلاءها واتفاقيات التعاون الموجودة خارج السوق الأردني، فاستطاعت ان تحقق اتفاقية مع المعهد المصرفي الفلسطيني التابع لسلطة النقد الفلسطيني بحيث نكون ايضا كجهة تدريبية معتمدة لهم وتزويدهم بالكفاءات التدريبية بهذا الخصوص. وقعنا اتفاقيات ايضا مع معاهد تدريبية موجودة في المملكة العربية السعودية، ايضا معهد آفاق البحوث، ولدينا مندوبين ايضا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج كمملكة البحرين ايضا. فتطلعاتنا واسعة، تطلعاتنا عالية جدا أن نكون جهة تدريبية احترافية تقدم تدريب احترافي وليس التدريب اللي فقط لغايات الحصول على الشهادة أو لتعزيز CV مقابل يعني للأسف بعض الممارسات الموجودة اللي هو دفع مبالغ مالية. يعني دكتور عبر هذا البرنامج، عبر برنامج إنجازات وطنية أكيد وعبر شاشة قناة جوسات، يعني أيضا يعني دكتور عبد الله أنت ذكرت أنتم معتمدين أكيد ومن وكالات وأكيد من مراكز أكيد عالمية وأوروبية، يعني أكيد رسالتك أكيد لكل هذه الوحدات التدريبية أكيد ولجيل الشباب والشابات أكيد اللي بينهضوا دائما لهم رؤية أكيد للعمل وأكيد وأكيد وأيضا لهم رؤية أكيد للتوجه إلى الرسالة الاحترافية أيضا في العمل. بكل تأكيد يعني أنا بوجه رسالتي لفئة شبابنا. تحديات الآن تحديات العمل صعبة، منافسة الكفاءات الأردنية أصبحت على مستوى الوطن العربي ليست محصورة فقط ما بين السوق الأردني فقط أو كفاءة السوق الأردني. إحنا الآن نتنافس مع كافة الدول العربية، نتنافس مع دول شرق آسيا تحديدا الهند، باكستان، الفلبين. هدول الفئات الآن عندهم تدريب مهني عالي جدا. بأتوا يعني يأتوا إلى دول الخليج العربي اللي هي الفئات الدول المستهدفة في سوق العمل الآن، مسلحين بشهادات مهنية عالية، بلغة إنجليزية عالية، باستخدام تكنولوجيا مستوى تكنولوجيا عالي جدا. فبالتالي رسالتي لهم مهم جدا الآن أن لا نكتفي فقط في التعليم الجامعي أو تعليم الكليات الجامعية، لابد أن تسعى إلى تأهيل نفسك وابدأ بهذا الجانب وأنت طالب في الجامعة وأنت طالب في كلية المجتمع وأنت حتى في الثانوية في المدرسة الآن، اسعى إلى أن تأهل نفسك وتكون مستعد للحصول على شهادات مهنية وتطور مهاراتك الفنية في الكمبيوتر واللغة الإنجليزية التي أصبحت هي مدخل لسوق العمل. أكيد. بدون ذلك سوف تكون منافستنا إحنا كأردنيين كفاءات أردنية في أسواق العمل صعب جدا. طبعا الشيء المبشر أنه في عدد لا بأس به وكفاءات أردنية من شبابنا الأردنيين انتبهوا إلى هذا الجانب وانتبهوا لأنفسهم وبدأوا الاستعداد مبكر، فصرنا نشاهد بعض الشباب الآن حاصلين على شهادات مهنية وهم طلبة في الجامعات، هم طلبة على مقاعد الدراسة في الجامعات. فلم يكتفي بالتعليم الجامعي وإنما بلش يتجه نحو التعليم المهني والتقني أيضا، هذا جانب مهم. زائد أنه لابد أنه دور جامعاتنا وكليات المجتمع أن تقوم بعملية الربط ما بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل وتأهيلهم بالشهادات المهنية الضرورية. وعلى في هذا الصعيد يعني إحنا لنا تجربة الآن مع الجامعة الأردنية إن شاء الله سوف تكلل بالنجاح بربط طلبة كلية الأعمال بالشهادات المهنية المتعلقة الصادرة عن المعهد المعتمد للأوراق المالية CISI بحيث أن يكون طالبنا الآن مؤهل أنه يحصل على شهادة مهنية احترافية. هذا الجانب أكيد نحكي لجيل الشباب والشابات، ما صار على الدرب وصل لكل مجتهد نصيب. أكيد إحنا أكيد انتهت أسئلتنا دكتور عبد الله السرطاوي، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. أكيد موقع هذه الأكاديمية أكيد مجمع أبو الحاج في جسر الصحافة، بنحكي مجمع أبو الحاج مقابل صحيفة الدستور. نعم
نعم الطابق الخامس مكتب 511، أرقام الهواتف والويب سايت والفيسبوك أكيد سيظهر على الشاشة. إحنا أيضا نتمنى لك توفيق دكتور عبد الله السرطاوي والنجاح إن شاء الله دائما للأمام في هذه الرؤية المستقبلية الاحترافية لهذه الأكاديمية. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لسعادة الدكتور عبد الله السرطاوي، وهو خبير للتدريب والاستشارات وهو صاحب أكاديمية التنميل المتكامل للتدريب والاستشارات، أكيد للدورات أكيد الاحترافية والتدريبية أكيد وتطور المهارات في هذه الأكاديمية. نتمنى لك التوفيق والنجاح، نشكرك أيضا لدعمك وجهودك لهذا البرنامج الوطني، وسنواصل أكيد مع زميلنا مدير التصوير السيد ضياء بدران. الله يعطيك العافية. شكرا لكم وتحياتي لبرنامج إنجاز وقناة جوسات. ولا يفوتني أيضا في نهاية الحلقة أنه نتوجه بالشكر أيضا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وحفظ الله ورعاه على جهوده في دعم الشباب، وله العديد من المبادرات واللقاءات الهامة مع جيل الشباب ودعمهم ورعايتهم دائما، هم هدف أساسي أكيد. أول جلالة الملك. وشكرا أيضا لولي عهده صاحب سمو الملك أيضا الأمير حسين بن عبد الله، حفظهم الله ورعاهم أكيد الله يحفظهم. فكل التحية لكم والشكر أيضا، وأكيد كل التحية لحضرتك الله يعطيك العافية.